معانا دبل كويستشنز 4 اند 5 بيتكلم عن الايكويشن دي. ابراهيم فيلز اب ذا جاز تانك اوف هيز كار بيفور جوينج ا تريب. تمام. الايكويشن اباف مودل اماونت اوف جاز ان جالونز ريمينينج ان ابراهيم's كار افتر هيز هي هاز دريفن ام كيلو. طيب السؤال الاول طبعا مدينا, هو بيقول لنا هاو ميني جالونز اوف جاز كان ابراهيم تانك هولد. طبعا عشان تانك هولد اكيد ات كيلومتر ايكوال زيرو بيفور ستارت اني كفرينج اني ديستانس, سو وود بي 12 جالون. سؤال سهل وبسيط جدا بس في تريكي ان هو مش مدينا الام ايكوال كام. طالما ما قالش الام ايكوال كام يبقى احنا في البدايه خالص. سؤال جديد.